وسهلا فيكم اصدقائي، يوم جديد عم نطلفي عليكم انا وريمبو لحتى نخبركم شو عنا معلومات شو عنا تحديات، واكيد لازم اذكركم انه كل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح، كثفوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم ليكون عندكم فرصه اكبر تقدر تدخلوا السحب وتربحوا معنا جائزه الاسبوع، هي عباره عن كمبيوتر ماك برو. يا ترى مين من الاصدقاء رح يكون الرابح؟ اكيد رح نعرف بنهايه الاسبوع. تذكروا كمان انه اليوم فرصتكم الاخيره لتدخلوا معنا السحب، رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو لون يتألف من مزج 7 ألوان، يعد من أكثر من الألوان كثيرة الانتشار في الطبيعة، يمثل في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءة، يكون فستان الزفاف في أغلب الثقافات ممثلا به كدليل على الفرح والصفاء. ما هو اسم اللون الذي يتألف من 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هو لون يتألف من مزج 7 ألوان، يعد من الألوان كثيرة الانتشار في الطبيعة، يمثل في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءة، يكون فستان الزفاف في أغلب الثقافات ممثلا به كدليل على الفرح والصفاء. ما هو اسم اللون الذي يتألف من 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ سؤال كتير سهل. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 حليمة، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني صديق، تعرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ الأبيض. متأكدة ولا لا؟ متأكدة. سؤال سهل صح؟ طيب خبريني حليمة، بتحبي اللون الأبيض ولا لا؟ بتحبي لون ثاني؟ إيه بحبه، عشان لون السلام. عشان لون شو؟ السلام. سلام؟ إيه. أوكي طيب، فاطمة رح تشارك؟ لا. تمام، شكرا لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أصدقائي شاركتنا حليمة وقالت إنه الجواب هو اللون الأبيض، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، لازم نستنى شوي ونشوف كمان باقي الأصدقاء شو ممكن يشاركونا. شاركوني أصدقائي، خبروني شو اسمه هذا اللون أو شو هو اللون اللي أنا عم بحكي عنه. خبروني كمان شو أكثر ألوان أنتم بتحبوها، أكثر ألوان مثلا بتحبوا يكون لبسكم من لون معين، مثلا أغراض غرفتكم، ديكور. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو حمزة. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ اللون الأبيض. أكيد؟ أكيد. طب أنت بتحب اللون الأبيض ولا لون ثاني؟ لا بحب اللون الأخضر. الأخضر وأنا كمان كثير بحبه. شكرا لك حمزة. في حدا كمان رح يشارك؟ لا. أوكي. وينكم؟ وينهم فاطمة وفرح ولينا؟ أصدقائي أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. شكرا لك حمزة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ شكلهم أصدقائي بعدهم نايمين أو راجعين من المدرسة تعبانين اليوم. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين لحد هلأ شاركونا حليمة وحمزة، وكانت إجاباتهم اللون الأبيض. أنتوا كمان أكيد أصدقائي بتقدروا تشاركوني لحتى نعرف أنا وياكم شو هو هذا اللون. فكروا كتير منيح وتذكروا أنه اليوم فرصتكم الأخيرة لتدخلوا معنا السحب نهاري الخميس. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ قصي. أهلا وسهلا فيك قصي، كيفك اليوم؟ خير الحمد لله. خبرني صديق، عرفت الجواب؟ أيه. شو؟ لون الأبيض. حدا ساعدك ولا أنت عرفت؟ أنا عرفت لوحدي. طب كيف عرفت؟ اللي من فستان العرس؟ لا. أيوه صحيح. أوكي شكرا لك قصي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا ريمبو؟ كتير مسهل لكم السؤال هاي المرة، وكمان عم يعطيكم هيك معلومات سهلة بتقدر توصلكم للجواب الصحيح. اتصال جديد ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ معك مصطفى. أهلا وسهلا فيك مصطفى، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ أنا الحمد لله تمام. خبرني صديقي شو الجواب؟ الفستان الأبيض. اللون الأبيض صح؟
اللون الابيض. شكرا لك مصطفى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، خبروني كيف قدرتوا توصلوا للجواب، خبروني اذا في حدا ساعدكم او انتم من خلال المعلومات قدرتوا تعرفوا شو الجواب الصحيح. اتصال جديد بنقول الو. الو 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 رنات. ايه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني صديقتي شو الجواب؟ الابيض. طيب حدا ساعدك ولا انت بتعرفي؟ لا انا بروحي اعرف. اكيد اكيد. اوكي رنات، في حدا رح يشارك؟ ايه يلا تمام. الو 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 ريتاج كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الابيض. طب ريتاج شو اكثر لون انت بتحبيه؟ الاحمر والاخضر والابيض. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. بعد ريم بتشارك. مين؟ ريم. ريماس صح؟ لا ريم. ريم اوكي تمام. الو مرحبا ريم، كيفك؟ بخير الحمد لله. خبريني ريم، عرفتي الجواب؟ ايه عرفت. شو؟ ابيض. حدا ساعدك؟ ايه. مين؟ اللؤلؤه البيضاء. مين؟ اللون الابيض. اوكي طيب شكرا لك ريم، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اتصال جديد وبنقول الو. الو اهلا وسهلا عليا، كيفك اليوم؟ اهلين الحمد لله الحمد لله. خبريني صديقتي شو الجواب؟ اللون الابيض. شكرا لك عليا، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للاسف اصدقائي انتهى الوقت، وسؤالنا كان بيقول ما هو اسم اللون الذي يتالف من 7 ألوان ويرمز الى الصفاء والنقاء؟ اكيد صح اللون الابيض. الف مبروك لكل مشاركاتكم، كلها كانت صحيحه، ورح نعرف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدا يا رينبو. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية وشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا. يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الإبل والغنم. ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ رح كرر عليكم أصدقائي وركزوا كتير منيح. سؤالنا بيقول نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية وشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا. يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، لا يصلح لرعي الإبل والغنم. ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ فكروا كثير منيح أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو أهلا مصطفى، خبرني عرفت الجواب؟ الرمان. أكيد أكيد. شكرا لك مصطفى. أصدقائي مثل ما سمعتوا مصطفى كان أول أصدقاء المشاركين وقالنا إنه الرمرام، ومتأكد ما بنعرف. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو نوار. أهلا حليمة. نوار حابة أقول لك شغلة. ها قولي لي. You look so pretty. Thank you. أنتِ لأنه عيونك حلوة بتشوفي كل الناس حلوين. Thank you حبيبتي. حليمة عرفتي الجواب؟ الرمرام. شو؟ الرمرام. أكيد؟ أكيد. حدا ساعدك هيك من هون من هون؟ لا. أوكي. طيب فاطمة رح تشارك ولا لسه؟ لسه بعدها. اوكي شكرا لك حليمه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي، وتقدري تكوني نجمه الاسبوع. لحد هلا مصطفى وحليمه قالوا لنا انه الجواب هو الرمرام، ما بنعرف. فكروا كثير منيح اصدقائي، اذا ما قدرتوا توصلوا للجواب الصحيح اكيد بتقدر تسالوا الموجودين معكم، وكمان بتقدر تسالوا جوجل اللي كمان ما رح يعطيكم بس الجواب الصحيح، رح يعطيكم كمان معلومات اكثر عن هذا النبات تعرفوه اكثر لحتى ما تنسوا هاي المعلومه ابدا. يا ترى يا اصدقائي في اتصال ولا لا؟ في اتصال، رح نقول الو. الو اهلا اهلا عليا. اهلين. خبريني صديقتي عرفتي الجواب؟ هنا عم الرمرام. حدا ساعدك ولا انت بتعرفي؟
خط الإجابة من حليمة. أوكي طيب شكرا لك عليا. ممكن راشد تشارك؟ إيه طبعا ممكن. أوكي. ألو مرحبا راشد كيفك؟ الحمد لله إن شاء الله دائما بخير. خبرني صديقة عرفت الجواب؟ الرمرام. كمان أخذته من حليمة ولا أنت بتعرفه؟ عليا. أوكي عليا. طيب شكرا لكم عليا وراشد، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصدقائي، وتقدر تكون نجوم الأسبوع وتتواجدوا معي هون بالستوديو لحتى أنا وياكم نسحب الاسم اللي بعده. ويا ترى مين الأصدقاء كمان رح يشاركنا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو حمزة، أهلا وسهلا من جديد. خبرني عرفت الجواب؟ الرمرام. الرمرام صح؟ صح. طيب هذا ساعدك ولا أخذت من الأصدقاء اللي شاركوا قبل؟ لا أخذته الماما. أوكي شكرا للماما الله يحفظها، وشكرا لك يا حمزة. يا ترى في حدا كمان؟ في. ألو 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 رناد، أهلا وسهلا فيكي من جديد. خبريني شو الجواب؟ الرمرام. طيب لحالك عرفتي؟ ايه. اوكي ريتاج رح تشارك؟ ايه بدي انا وريم وريمان. اوكي تمام يلا. الو ايوه ريتاج خبريني شو جوابك؟ الرمرام. اوكي مين هلا ريم ولا ريماس؟ انا. مين؟ الو مين معي؟ جنى. جنى اهلا وسهلا كيفك؟ زين. منيحة؟ جنى انت هي اول مره بتشاركينا صح؟ ايه. اوكي خبريني قد ايه عمرك؟ 10. العمر كله صديقتي. قولي لي جنى شو الجواب؟ الرمرام. اكيد. اه اوكي مين كمان؟ ريم تبى تشارك. يلا تمام ريم تبى تشارك. اوكي تمام. اوكي الو اهلا ريم خبريني شو الجواب؟ الجواب الرمرام. اوكي حدا ساعدك؟ لا. اوكي شكرا لكم صديقاتي. في حدا كمان صديقاتي؟ اوكي بعدكم معي؟ ايوه ريماس بشار. يلا تمام ريماس. الو ريماس. ريماس اسمعوني من التليفون مو من التلفزيون اوكي مشان اقدر اسمعكم بوضوح. يلا ريماس بشار. تمام يلا. الرمان. شكرا لك شكرا لك ريماس، انا اكيد عارفه انه قصدك الرمرام. ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه صديقاتي. في لسه حدا؟ يلا يا اصدقائي فكروا كثير منيح. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 اصدقائي الو مرحبا مين معي؟ مين معي؟ الو انا عم بسمع صوتي. الو الو شكله انقطع الخط. صديقي او صديقتي اكيد انا وريمبو كنا لسه عم نستناكم، للاسف انتهى الوقت المخصص لهذا السؤال. وبدي اذكركم اصدقائي تسمعوني من التليفون مو من التلفزيون لاقدر اسمعكم بوضوح. سؤالنا كان بيقول ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغه الافعى والعقرب؟ والجواب اكيد صح الرمرام. الف مبروك لكل اللي شاركونا، كل اجاباتكم كانت صحيحه. ورامبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتستغلوا أنه اليوم فرصتكم الأخيرة قبل ما نوصل لنهار الخميس ونعرف مين نجم الأسبوع ومين الرابح معنا. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول أداة قديمة لقياس الوقت كان يستخدمها الناس قديما، وهي عبارة عن كرتين من الزجاج فوق بعضهما يتصلان من خلال عنق صغير يتم ملؤها بالرمل، ويعتبر الوقت الذي تحتاجه الكرة العلوية لتبدو فارغة مقياسا للوقت. ما اسم الأداة التي كان يستخدمها الناس قديما لقياس الوقت؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. أيوة مين معي؟ مصطفى. أهلا وسهلا فيك خبرني شو الجواب؟ الساعة الرهنية. بحماس أكثر. أنت متأكد؟
متأكد. أوكي شكرا لك مصطفى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مصطفى يا أصدقائي بإنكم إنه الجواب الساعة الرملية، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، خبروني شو هاد الجواب وخبروني كمان إذا صح وإذا عندكم منها هاي الأداة لحد هلأ. في ناس لحد هلأ لسه بتشتريها وبتحب إنها تكون موجودة وصار في منها ألوان كتير أشكال كتير. فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا حليمة، خبريني أخذتي جواب من مصطفى ولا أنت بتعرفي؟ ما عارفة. أوكي شو هي؟ رملية. أكيد؟ إيه؟ شكراً لك حليمة، إن شاء الله تكون جواب إجابتك صحيحة. شباني ما بعرف أحكي. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي وتقدري تكوني نجمة الأسبوع. ومن بين الراوحين مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. حمزة أهلا وسهلا فيك، خبرني شو الجواب. سعر رملية. طيب تعرف شكلها، شفتها من قبل أكيد صح؟ اوكي شكرا لك حمزه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وخبروني ما اسم الاداه التي كان يستخدمها الناس قديما لقياس الوقت. اتصال جديد ومنقول الو. الو. اهلا عليا، خبريني صديقتي شو الجواب. ساعه رمليه. طيب عندك منها بالبيت ولا لا؟ للاسف لا. اوكي طيب راشد رح يشارك. هي نعم. راشد يا راشد، الساعة الرملية أكيد. هي أوكي أوكي. شكرا راشد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وأكيد شكرا لعليا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد ونقول ألو. 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 رناد؟ لا صح. روان. روان اهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني شو الجواب. الساعه الرمليه. اوكي بتعرفي شكلها، شايفتيها من قبل ولا لا؟ شايفه الساعه الرمليه من قبل؟ ايوه اكيد. اوكي شكرا لك روان، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب ويشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شاركوني كل اجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تقدروا تكونوا نجوم الاسبوع ومن بين الرابحين. وتذكروا يا اصدقائي انه اليوم فرصتكم الاخيره لتشاركونا وتدخلوا معنا سحب نهار الخميس. مين من الاصدقاء لسه رح يعرفوا الجواب؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 اصدقائي. الو 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 الو. اوكي انا ما عم بسمع ولا شيء يا اصدقائي. مين ممكن لسه يعرف الجواب؟ انتو حاسين انه اليوم الشله مو موجودين؟ أصدقائي أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم، عذيبة وسارة آمنة سيف وسعيد وكل الشلة وموزة أكيد أنا وريمبو عم نستناكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. رناد أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. الساعة الرملية. أكيد أكيد. أوكي في حدا رح يشارك؟ رتاج. رتاج يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. اسمي رتاج. اوكي اهلا وسهلا، شو الجواب؟ الساعة الرملية. طيب خبريني حدا ساعدك؟ لا. اكيد اكيد. يا سلام شكرا لكم صديقاتي المستمعات. ريم بتشارك. اوكي الو. اهلا ريم، قولي لي شو الجواب؟ الجواب الساعة الرملية. متأكدة؟ جنك بتشارك. اوكي. الو. مين معي؟ جنى. جنى اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك. ساعة رملية. اكيد ساعة رملية. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يلحقوا هيك بسرعه بسرعه يتصلوا فينا ويشاركونا؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو. اهلا قصي. صح صح. خبرني شو الجواب. بسرعه بسرعه. شكرا لك قصي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقي. انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي يا اصدقائي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول
ما اسم الأداة التي كان يستخدمها الناس قديماً لقياس الوقت؟ والجواب صح أصدقائي، اسم الساعة الرملية. ألف مبروك للي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول فيلسوف يوناني يسمى بالمعلم الأول، وهو مؤسس علم المنطق وصاحب الفضل الأول في دراستنا اليوم للعلوم الطبيعية والفيزياء، وهو مؤسس علم الأخلاق وعلم الأحياء. من هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول؟ رح كرر عليكم أصدقائي، أو قبل ما كرر عليكم رح ناخذ اتصال وبعدين كرر عليكم. رح ناخذ الاتصال ونقول ألو. وبعدين كرر عليكم. ألو. مرحبا، مين معي؟ سيف. سيف من الشلة ولا سيف جديد؟ سيف جديد. أوكي، كيفك سيف؟ بخير الحمد لله. خبرني من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ الخور سكان. وقد عمرك؟ 13. العمر كله صديقي. طيب سيف، عرفت مين هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول؟ شو؟ أرسطو. أكيد أكيد. في حدا عم يساعدك؟ أختي. أوكي، شكراً كثير لإلها، وشكراً إلك سيف. أكيد أنا وريمبو منتمنى تضلك تشاركنا دائماً وتكون صديقنا الدائم أصدقائي. سيف قال إنه الجواب أرسطو، يا ترى جواب سيف صح أو خطأ؟ ما منعرف لسه، معنا شوية وقت. أكيد تقدروا خلال هذا الوقت تسألوا الموجودين معكم، تسألوا جوجل، وكمان إذا كنتوا أنتوا عارفين الجواب اتصلوا خبروني إنكم أنتوا اللي عرفتوا الجواب. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا مصطفى. عليك. خبرني شو الجواب؟ أرسطو. شكرا لك صديقي. صار عندنا سيف ومصطفى بيقولوا إن الجواب أرسطو، يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ اتصال جديد ونقول ألو. 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 أهلا حليمة، خبريني كيفك مع الفلسفة، بتحبيها ولا لا؟ لا. أوكي طيب، يعني قدرتي تعرفي الجواب ولا لا؟ أرسطو. أوكي شكراً لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالات. ما رح تشارك. أوكي يلا تمام. ألو. ألو. أهلاً فاطمة، كيفك؟ عليكم الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزء. خبريني. أنا تمام الحمد لله. خبريني، بتحبي الفلسفة ولا فلسفة ولا مثل حليمة؟ ولا مثل حليمة لا؟ لا أكيد. أوكي طيب، على فكرة نحن ما بنحب حدا يتفلسف علينا، بس يمكن نحب نحن نتفلسف. طيب فاطمة، عرفتي الجواب؟ فيلسوف أرسطو. أوكي شكراً لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. للأشخاص اللي بيحبوا الفلسفة كتير رح تستمتعوا إذا قرأتوا كتاب لأرسطو مثلاً أو سقراط، لأنه رح تحسوا إنه هيك نفس الأفكار اللي بتدور ببالكم رح تلاقوها بهي الكتب. بس اللي ما كتير صحبة مع الفلسفة لا بعدوا عنهم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. روان؟ أيوة. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ أرسطو. طب حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. يا سلام، شكراً إلك روان، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. مين لسه من أصدقائي رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم، وتذكروا أنه عم نوصل لنهاية الحلقة وبلشت فرصتكم لليوم هيك تصير أقل لحتى تشاركونا وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع، تدخلوا معنا السحب نهاري الخميس. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. قصي؟ أي. أوكي خبرني قصي شو الجواب؟ إيه؟ شو؟ أرسطو. أرسطو أكيد؟ أكيد. شكراً لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ في صديقتي ندى كمان، زمان كتير ما سمعنا صوتها. يارا كتير من الأصدقاء الصراحة زمان ما سمعنا صوتها. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلاً رناد، خبريني شو الجواب؟ أرسطو. هذا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي مين رح يشارك؟ ركاج. يلا تمام. ألو. أيوة رتاد، شو الجواب؟ أرسطو. رنات ساعدتك صح؟ صح. كي شكراً لك صديقتي. مين كمان؟
جنى ريم. ريم. أوكي أهلا وسهلا ريم. خبريني شو الجواب ريم. شكرا بسأل شو. أكيد؟ أكيد. طيب جنى رح تشارك؟ أيوة. يلا تمام. هي أنا جنى. أوكي جنى خبريني بتحبي الفلسفة ولا لا؟ شو حد بتحبيها ولا لا؟ لا. أوكي كأنك قلتي لا. طيب جنى شو الجواب؟ أرسطو. متأكدة؟ ايه متأكدة. شكراً لك صديقتي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد بنقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ يارا. أهلا وسهلا يارا كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله خبريني بسرعة شو الجواب؟ أرسطو. شكراً لك صديقتي أنت كنتي آخر المشاركين لهذا السؤال. للأسف انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول من هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول؟ أكيد صح أرسطو. ألف مبروك لكل اللي شاركونا يا أصدقائي إجاباتكم كانت صحيحة. ورامبو لسه مخبي معلومة واحدة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي وهاللون بيقول هي المصدر الرئيسي للدفء والطاقة والنور وهي أساس وجود الحياة على الأرض وهي أقرب النجوم مسافة لكوكب الأرض تبلغ كتلتها 330 ألف مرة ضعف كتلة كوكب الأرض يكون غاز الهيدروجين معظمها والباقي من الهيليوم وبعض الغازات الأخرى ما هي المصدر الرئيسي للدفء والطاقة والنور وتعد أساس وجود الحياة على الأرض؟ رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو أهلا مصطفى خبرني شو الجواب؟ أكيد. شكراً لك مصطفى. أصدقائي بتوقع السؤال كتير 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 سهل. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو أهلاً حليمة خبريني شو الجواب؟ الشمس. طب أنت من محبين الشمس ولا لا؟ أكيد. أوكي أنا كتير بحب الشمس. طيب فاطمة رح تشارك؟ دال. شو؟ عشان تعطينا فيتامين دال. صح برافو عليك. فاطمة رح تشارك؟ ألو؟ أهلا فاطمة خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الشمس. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة أكيد أنا وريمبو عم نستناكم نهار الخميس لا تنسوا تكونوا على الموعد. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو 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 مرحبا مين معي؟ لطيفة. أهلا وسهلا لطيفة خبريني منين عم تحكينا؟ دبي. دبي أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا الموجودين بدبي. طيب لطيفة قد إيه عمرك؟ 10. العمر كله. خبريني صديقتي قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ الشمس. أوكي لطيفة رح خبرك لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. بنهاية الوقت ريمبو رح يخبرنا شو الجواب الصحيح وأكيد أنا وريمبو نتمنى تكوني صديقتنا الدائمة. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو أهلا وسهلا مين معي؟ يارا. يارا أهلا وسهلا فيكي خبريني شو الجواب؟ الشمس. أوكي أكيد؟ أكيد. تمام شكراً لك يارا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ أنا بتذكر إنه البنات اللي شعرهم أشقر بيشبهون كتير بالشمس فهلأ تذكرت يارا شعرها أشقر. اتصال جديد ونقول ألو. مساء الخير. مساء النور اهلا وسهلا من جديد عليا خبريني أهلين. عرفتي جواب؟ اي نعم. شو؟ الشمس. سؤال سهل صح؟ ممكن راشد شارك؟ طبعا ممكن. راشد يا راشد. نعم. خبريني شو الجواب؟ شاذ. اكيد. أكيد. شكرا 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 راشد إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقي وأكيد شكرا لعليا. اتصال جديد ونقول ألو. ألو أيوة رناد خبريني شو الجواب؟
الشمس. أكيد؟ أكيد. طيب مين كمان رح يشارك؟ رتاج. يلا تمام. ألو؟ أيوة رتاج، خبريني شو الجواب؟ الشمس. شكراً لك صديقتي، مين كمان؟ ألو؟ ريم؟ أيوة. أوكي خبريني شو الجواب؟ الجواب هو الشمس. طيب جنى رح تشارك؟ أيوة. أوكي يلا. جنى؟ جنى؟ ألو؟ أيوة صديقتي شو جوابك؟ جنى. جوابك؟ الشمس. شكراً لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، أسئلة رينبو اليوم عم بتكون كتير سهلة، فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حمزة، خبرني شو جوابك؟ الشمس. أكيد. أكيد. حدا ساعدك؟ لا. اوكي شكرا لك حمزه. مين كمان من الاصدقاء؟ اتصال جديد بنقول الو. الو الو الو. مرحبا، مين معي؟ ساره. اهلا وسهلا ساره، منين عم تحكينا؟ من دبي. اهلا وسهلا، خبريني قد عمرك؟ 8. العمر كله. طيب ساره قولي لي، عرفتي الجواب ولا لا؟ اه. شو؟ الشمس. حدا ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما، وشكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. معنا اتصال جديد بنقول الو. الو. مين معي؟ ريماس. ريماس اهلا وسهلا، خبريني بسرعه شو الجواب؟ شمس. اكيد. محمد. شكرا محمد. شعرك. اوكي الشمس. شكرا صديقي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء؟ معنا اتصال بنقول الو. ما معنا اتصال، شكرا قطع الاتصال. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، لسه معنا شويه وقت لحتى تشاركونا وتستغلوا هي اخر فرصه. للاسف بدا الوقت بالانتهاء يا اصدقائي. 2-1 انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هي المصدر الرئيسي للدفء والطاقة والنور وتعد أساس وجود الحياة على الأرض؟ أكيد الجواب الشمس. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أصدقائي هون مشوارنا بيخلص معكم، لا تنسوا أبدا تكونوا على الموعد نهاري الخميس لنعرف مين نجم الأسبوع ومين الرابح معنا. هلأ صرتن لكم أنا ورينبو، باي باي.